عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة سامسونج عاملة مصنع في بني سويف، في محافظة بني سويف، وتطرح منتجات صناعتها بصنع في مصر في محافظة بني سويف. الناس مستغربة إن سامسونج عاملة مصنعها في بني سويف، مش عارف ليه، يعني هي يعني في كده، يعني ايه اللي في الموضوع إن في استغراب، أو الناس تضحك أو الناس تهزر أو تقلش أو كلام من ده. الناس بتقلش ان هم عاملين المصنع في بني سويف على سامسونج، وهي شركة من الشركات المحترمة في الصناعات، ثلاجات او غسالات او شاشات او تليفونات، بصراحة شركة، او في اللابتوب، الاجهزة الالكترونية كلها واجهزة الموبايلات، هي شركة عالمية وشركة محترمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.